بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي القناة، أسعد الله أوقاتكم. قام ولي ولاية بجايا باجتماع تقييمي مع مدرائه التنفيذيين، وهذا من أجل متابعة المشاريع التي سيتم تجسيدها في السنة المالية لسنة 2024. وفي هذا السياق تحدث ولي الولاية عن الملعب الجديد الذي هو بطاقة استيعابية تصل إلى 30,000 مقعد، حيث أكد الولي على ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بالأرضية التي سيتم بناء فيها الملعب، وشدد الولي على ضرورة الانتهاء من هذه الإجراءات الإدارية في أقرب الأجال من أجل الانطلاق في تجسيد المشروع الرياضي. هذا المشروع الذي رفع عنه التجميد السنة الفارطة يعتبر من المشاريع الحيوية التي تحتاجها ولاية بجاية. هذه الولاية التي تحتوي على ناديين عريقين وهما مولودية بجاية وشبيبة بجاية، وهم بحاجة ماسة إلى ملعب بمواصفات عالمية، وحتى أن المدينة تعتبر مدينة سياحية ويمكنها استقطاب المباريات الدولية والإقليمية والعربية على غرار احتضان مباريات المنتخب الوطني الجزائري. التذكير فإن ملعب بجاية الجديد سيكون ملعب بطاقة استيعابية تقارب 30,000 مقعد، وسيكون ملعب مغطى بالكامل ولن يحتوي على مضمار لألعاب القوى، وسيحتوي على عديد المرافق الحيوية التي تحتاجها الجماهير الرياضية. أما عن تصميم الملعب فهو الذي نعرضه أمامكم هو التصميم الخاص بملعب بجاية الجديد، ولكن لا توجد أي أخبار هل سيتم اعتماد هذا التصميم أو ستكون هنالك تصميم جديد لهذا الملعب. ما نتمناه فقط نحن كمتابعي الرياضيين خاصة في شأن ملاعب كرة القدم أن يتم تسييد هذا المشروع في الأجال المحددة ويتم الانطلاق فيه في القريب العاجل، خاصة وأن مدينة بجاية بحاجة ماسة إلى هذا الملعب. هذا هو الجديد الذي أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن آخر التطورات فيما يخص ملعب بجاية الجديد. في الأخير إخواني، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.